العمل التسير طريقه هي مسائل اخر تتم تزيد وهي ما بين طريقه هي مسائل 54 الى غير طريقه هي اخرين على فرحان المقاطعه الوحيده وبمناسبه ملكيه العقارات اللازمه لهذه الغايه وبالتالي وذلك وفقا لتقديرات الجناء الاداريه التقنيه. انستم السيدات والساده أقوم بقراءة التوصية الصادرة عن اللجنة المالية المذكرة طبعا حتى لا تزيد عليك للوقت. فقد أرسلت اللجنة بالموافقة في مقصد أخر، أرسلت اللجنة بالموافقة على النقطة بأغلبية أعضاء الحاضرين امتناعي عضو واحد مع رفع توصيتين ضرورة أولا ضرورة إطلاق مذكرة التقديم الخاصة بالنقطة بتسليم موقع مسخر يحدد موقع مشروع المعطيات التقنية المرتبطة به للإحاطة بالموضوع وتسليم التقديم. إثارة انتباه لمسألة التأخر ثانيا، إثارة انتباه لمسألة التأخر في إشغال إنجاز أشغال تهيئة وتوسيع شارع القاعدة الجوية. أظن بأنه المستشار المحترم يقصد الشرط الأول لما ولد الأشغال والإشارة إلى تواجد بعض الأفراد التي تمثل السياح مستقبلي هذا إذا إذا ما عندكم ما إلا في الفترة الأخيرة هذه التوصيات ندوزو المناقشة مباشرة. انعقدت اليوم أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سلا، كما لاحظتي والحمد لله النقاط بخمسة كلها دازت بإجماع الحاضرين، والنقاط همت بالأخص المخطط ديال طرق التهيئة ديال الشطر الثاني للقاعدة الجوية فيما يخص الأشغال، وكذلك واحد البرمجة ديال 5 مليون ديال الدرهم ديال واحد الجزء من الفائض، واللي هم بالخصوص بعض الأشغال ديال التهيئة وكذا، يعني تخصيص واحد المبلغ لتكمله الميزانيه اللي خصنا للشطر الاول ديال مشروع ديال بناء قسم الصحه. هذا على العموم هما النقاط اللي كانت، والاهم هو انه الحمد لله كانت الاجواء كلها اجواء طيبه، والتصويت كله كان باجماع بحيث انه لاحظنا ما كاين لا اغلبيه ولا اقليه. كذلك كانت هناك نقطه اخذت منا شويه ديال النقاش اللي هي تتهم الدعم ديال الفريق الجمعيه الرياضيه السلاويه. طبعا حنا الرغبه ديال اعضاء المجلس كان هو انه ندعموا اكثر ماديا، ولكن حنا طبعا هاد الزياده هذه يمكن تكون الى حصلنا على ميزانيه اكبر، الى حصلنا على مداخل اكبر، ثم ستكون يعني خدينا هاد السنه هذه باش نفكروا في واحد الطريقه ديال الدعم ديال الفريق اللي تكون بتدرج بحيث انه باهداف، بحيث انه ربما هذه تكون زياده في الدعم ولكن زياده مشروطه كون انه يمكن عاوتاني مثلا القسم الاول والعكس صحيح. اذا هذا هو الاهم ديال النقاط اللي كانت. لا نتمناو من الله الخير، هناك مكسب مؤقت، حنا نحن نواكبوا هذا المكسب المؤقت، يبدو انه النتائج بدات تعطي الاكل ديالها، وطبعا الباقي عليهم على الفريق على نتمناو باش يكون عنده واحد المكسب اللي يدعمها. ثم هذا كذلك يمكن نمتاز هذه الفرصه ونقول نداء للشركات للناس اللي تيخدموا في سلا باش يدعموا الفريق، لان الاشكال هو انه التركيبه ديال التمويل ديال فريق الجمعيه السلاويه تكتفي ما بين الجهه والجماعه والدعم ديال الجامعات كره القدم، وهذا غير كافي، خصهم يلقاو مستشارين، خصهم يعملوا اكثر في هذا القطاع. انعقد اليوم مجلس جامعه سلا في دوره استثنائيه، الغايه من هذه الدوره هي بعض النقاط ذات البعد الاستعجالي، سواء فيما يتعلق ببرمجه الفائض الحقيقي او كذلك قرارات ديال التصفيف، خاصه فيما يتعلق بشارع ديال القاعده الجويه، اضافه الى الاتفاقيه التي تجمع بين الجمعيه الرياضيه السلاويه لكره القدم وجامعه سلا. اذا هذه الدوره كانت دوره تقنيه اكثر منها انه فيما يتعلق بالبرمجه، انه برمجه للدراسات تقنيه والمجموعه من الامور اللي غتعرفها المدينه في اطار تهيئ الملفات للترافع من اجل تنزيل برنامج عمل جامعه سلا، وكاضافه الى تهيئه ديال الشاطئ ديال المدينه ديال سلا، واستكمال البناء ديال المكتب الصحي باتمام الجانب المادي
التحدي في المتعلق بالصفقه اللي كانت وكان خصها واحد الجزء، الان تم اتمام ديال هذا الجزء. اذا هذه هي اهم النقط اللي كانت في هذه الدوره. خدا الموضوع ديال الاتفاقيه مع الجمعيه الرياضيه السلويه حيز اساسي بالنظر للمكانه ديال الجمعيه الرياضيه السلويه لدى كل المنتخبين ولدى الفاعلين في مدينه سلا، وكذلك الوضعيه اللي كانت فيها ازمه حقيقيه، واليوم اللجنه المؤقته تسعى باش تحاول ما امكن تدارك هذا الامر، بالاضافه الى اجراءات مصاحبه سواء فيما يتعلق بتهيئ واعداد الملاعب داخل المدينه، وكذلك البحث على احداث مركز ديال التكوين تابع لمدينه سلا خاص بالجمعيه الرياضيه السلويه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.